يا كابتن سيد، مساء الخير. الحمد لله على السلامة أولا، ومبروك ثانيا، وبالتوفيق ثالثا في المواجهة إن شاء الله يوم الجمعة. الله يخليك. ازيك يا استاذ احمد؟ وازيك يا استاذ ساره؟ وبالتوفيق انتوا كمان يعني. اهلا بيك، اهلا بيك. تكلمنا كده عن الاستعدادات، الجدول انا عارف انه 4 ايام بعد العوده من المغرب، منهم يومين راحه لفرقه النادي الاهلي. ازاي بتحضروا او ايه الاستعدادات لمباراه العوده ان شاء الله؟ وتكلمنا على تفاصيل الماتش اللي جاي ان شاء الله. طبعا الحمد لله، طبعا هي لحد كبير نتيجه كويسه، لكن كره القدم فيها كتير جدا جدا من الاحداث والنتائج والظروف والمواقف اللي بتخلينا ناخد عبره من كل الاتجاهات يعني. يعني ممكن تكون حققنا نتيجه كويسه، ممكن يكون الاداء الحمد لله الى حد كبير جدا مرضي، لكن اولا انت عندك التارجت الاولاني اللي هو البطوله ككل، والجزء اللي وصلك للبطوله ككل مرتبط بمباراه العوده. حضرتك انت ما خدتش او ما حسمتش. تسمح لي يا كابتن سيد، احنا سمعنا انه بعد الماتش مستر موسيماني ما كانش راضي قوي عن النتيجه، وكان شايف انه الاهلي كان ممكن يسجل اكتر من الهدفين اللي قدر يسجلهم. بالتاكيد يمكن الفرص اللي جات لك او الاتيحات او ظروف اللقاء كانت ممكن تخليك تجيب جوال اكتر، لكن في النهايه النتيجه الحمد لله مقبوله ومعقوله جدا. طبعا لكن طبعا اكيد ده مفيش شك فيه. اقصد ان الظروف مختلفه شويه عن السابق، بمعنى ان احنا لعبنا هناك من غير جمهور، فده برضه قوه كبيره جدا 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 للجداد. احنا كمان عندنا جمهور بالملايين وجمهور كبير جدا جدا ومساند ومشجع ومعز لفرقتك، مش هيبقى موجود برضه. فدي برضه من الحاجات اللي لازم تتحط في الحسبان، بلس ان انت نتائج الفرق اللي هي برضه مصنفه عالميا بشكل كبير جدا، يعني تعرضت لمواقف ممكن تكون شبيهه لكده وما تعاملتش معاها بشكل كويس. علينا ان احنا نبقى في حذر شديد جدا، علينا ان احنا كمسؤولين او كجهاز فني او كلعيبه ان احنا نبقى داخلين اللقاء واحنا متواضعين جدا جدا في تقييمنا للموقف، لان النهايه ظروف المباراه لا قدر الله ممكن ما تخدمكش. لازم نخش. طب كابتن سيد، كهربا هيكون جاهز بنسبه قد ايه مثلا لمباراه العوده؟ مين يا فندم؟ كهربا. كهربا النهارده قطع شوط كويس في الاستعدادات، النهارده كان موجود في النادي الى حد كبير الحمد لله رب العالمين، بيقرب. هنشوف على بكره او بعد بكره ان شاء الله هل يمكنه ان هو يخش بكره او بعد بكره مع الفرق بشكل جماعي ولا لا. طيب ان شاء الله الرحمن باذن الله يعني الاقتراب بشكل كبير جدا من المباراه. طيب انا اضافه لكلام حضرتك كنت لسه برضو بقول مع يعني جمهور السادسه او متابعي السادسه انه كمان الوداد جاي القاهره ما عندوش حاجه يخسرها، يعني اعتقد انه الحسابات من النوع ده بيبقى بيلعب الكل في الكل، ودي نقطه ممكن برضو تكون مهمه جدا ومحطوطه بالتاكيد في اعتبار الجهاز الفني. والكرة كمان احداثها غريبه جدا وقاسيه جدا جدا في التعامل، وفي بعض الاوقات واحيان كبيره مش احيان صغيره او اوقات صغيره بتبقى مش عادله كمان. يعني امبارح مثلا على سبيل المثال وانت بتتفرج على توتنهام وسهام مثلا، بس يعني انت بتتكلم في 10 دقائق ولا حاجه نتيجه 3-0. صحيح. العقليه الطبيعيه. أيوة. والعاديه والمتابعه والاحداث، المباراه انتهت يعني في الدقيقه 80. مباراة انتهت 3-0 يعني. وحصلت كابتن سيد برضو على مستوى بطولة دوري ابطال اوروبا، يعني بفتكر في ماتش الميلان وليفربول كان الميلان متقدم 3-0، قدر ليفربول ان هو يرجع في النتيجة 3-3 يتعادل ويحسم البطولة لصالحه بضربات الجزاء. ده نهائي كمان، ده نهائي بطولة اوروبا. طيب خلينا اتكلم معاك على اخبار متعلقة احنا طبعا عندنا ماتشين مهمين جدا، يعني احنا جماهير النادي الاهلي طبعا مستنية ماتش الوداد اللي جاي مباراة العودة، لكن كمان عينيها رايحة للمباراة النهائية. هل عندنا اي لعيبة مهددة بالايقاف او الغياب بسبب الانذارات؟ وتحديدا كمان عشان الكلام يكون اكثر دقة بتكلم على محمد الشناوي. لا طبعا، هو طبعا في حاجات اتكتبت النهارده ملهاش اي اساس من الصحه اطلاقا خالص، وكمان حتى يعني مردودها ان احنا بنسال الكاف او بنستفسر من الكاف، هنستفسر من الكاف على ايه؟ انت الف به كوره بعد نهايه المباراه بتاخد تقريرك من الحكم في الانذارات، انت مش محتاج ان انت تسال اصلا يعني. يعني انذاراتك بتاخدها بعد التقرير بعد المباراه مباشره من تقرير الحكم او من نهايه اللقاء بتاخد مين اللي كان عنده انذارات يعني. فانت بتجمع يعني على حسب الرؤوس اللي موجوده في الاتحاد الافريقي ان بعد دوري المجموعات على طول بيتم الغاء الانذارات ما لم يكن فيها ايقاف. يعني بعد دوري المجموعات لو عندك انذار واحد او حتى اثنين دلوقتي، لان الانذارات بقت ثلاثه مش اثنين يعني. ايوه. فبتخش الدور اللي بعده وانت خالي من الانذارات. فلما دخلنا الدور اللي بعده كان لقاء سان داونز. اللقاء الاولاني كان محمود متولي هو اللي خد الدور لما كان في استاد القاهره 22 2. اللقاء الثاني لما كان في 7-3
كان اللي خد الانذارات كان احمد فتحي ومحمد الشناوي. فبالتالي لما دخلنا مباراه الوداد للسيمي فاينل كان عندنا ثلاثه بس عندهم انذارات، احمد فتحي ومحمود متولي والشناوي كلهم انذار واحد. فما حدش خد خالص في غير ثلاثه جداد، ايمن وديانجو وجيرالدو، فما عندكش اي حد مهدد بالانذارات خالص او الغياب يعني. ان شاء الله الماتش ان شاء الله هيكون في استاد القاهره. الرحمن استاد القاهره الساعه 9 باذن الله. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. تحب توجه كلمه لجماهير النادي الاهلي؟ كانت نفسها طبعا تبقى موجوده في الاستاد وتساند فرقتها زي ما تعودت دايما، تحب تقول لهم ايه يا كابتن سيد؟ باذن الله باذن الله طبعا يعني هنكون عند الوعد باذن الله تعالى. انا متاكد ان انتم كان نفسكم تكونوا موجودين واحنا كمان كان نفسنا تكونوا موجودين، احنا اللي محتاجينكم اكتر بكتير جدا جدا في الفتره ديت، لكن احنا على 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 على, على, على عهدنا باذن الله نروح لبطوله غاليه جدا علينا باذن الله تعالى ان شاء الله. لكن الترتيب الطبيعي ان انت ما تفكرش في اي حاجه غير لما تعدي على رقمها، يعني ما تفكرش في رقم اثنين غير لما تعدي على رقم واحد. صحيح. عندنا الاول مباراه العوده ان شاء الله الرحمن بمنتهى الجديه ومنتهى الالتزام، وان شاء الله الرحمن باذن الله. اخد منك تعليق اخير، مش بصفتك مدير للكره في النادي الاهلي، بصفتك اهلاوي يعني. الناس حاسه انه فرقه النادي الاهلي قماشه ثانيه مع موسيماني من واقع، والراجل ما بقالوش كتير الحقيقه برضو، شايف ايه سبب ده من وجهه نظرك كابتن سيد؟ بص هو الراجل اساسا يعني جاي ما خدش وقت خالص تعرف على الفرقه لان هو دارس اساسا يعني من اول يوم، خلي بالك هو بيتكلم اللعيبه باسمائها. يعني عارف ده اسمه ايه وده اسمه ايه وده بيلعب ايه وده امكانياته وقدراته ايه، لان انت ما تنساش ان هو بتتكلم في خمس ست سبع سنين موجود في الساحه الافريقيه. أيوة. واحنا كمان الحمد لله موجودين في الساحه الافريقيه فبنتقابل كتير، ما كناش بنتقابل بشكل مباشر فبنتقابل بشكل يعني متابع. مظبوط. اللي حواليك طبعا طبعا هو عارف كل الناس وامكانياتها. اثنين ان هو راجل بيعشق التفاصيل اللي هي مرتبطه بالكوره سواء كانت امكانيات او حتى حاجات خارجيه لانها كلها بيربطها يعني، فبيتكلم بشكل كتير جدا مع اللعيبه كاعداد فرديه مع بعض اللعيبه او اعداد ثنائيه او حتى مجموعات داخل الملعب. من اكتر الحاجات اللي لفتت نظر الجماهير فعلا يا كابتن سيد انه الراجل ده مش بيتعامل فنيا كويس قوي بس مع اللعيبه، لا نفسيا على المستوى النفسي واضح جدا في تطور جدا. طبعا زي ما انت بتقولي كده، وده مهم جدا ان انت تاخد في مرحله من الدوري او افريقيا او اي بطوله بتخشها تاخد احسن حاجه واعلى حاجه عند اللاعب يعني. الحمد لله رب العالمين في فورمه كويسه اللعيبه في فتره كويسه، لكن برضو علينا يبقى في حذر في كره القدم ولازم تخش زي ما قلت المباراه، وانت عارف كويس جدا جدا ان المباراه الاولى يعني نتيجه كويسه لكنها ما تدكش البطاقه التاهل. ايوه كل التوفيق للنادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله قريب نتقابل هنا تاني في نفس المكان نحتفل معاك يا كابتن سيد ومع جماهير النادي الاهلي بتحقيق اللقب الغالي والغايب بقاله فتره كبيره عن النادي الاهلي. ان شاء الله النجمه التاسعه تكون من نصيبنا السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله كل الشكر لحضرتك يا فندم. شكرا.